وحتى قد يحكي البعض يقول فلان من الناس سرق سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل، فجاءوا إليه قالوا يا أخي اتق الله تسرق السمكة؟ قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها. قالوا لا احلف بالتيجاني. قال لا التيجاني ما استطيع احلف به، لا هذا يعظم التيجاني اكثر تعظيم الله، هذا شرك اكبر، هذا الحلف بغير الله شرك اكبر. فاصروا عليه ان يحلف بالتيجاني، فحلف بالتيجاني انه لم ياكل السمكه، فخرجت السمكه من فيه. الله اكبر. اعتبر القصة باطلة، لا شك باطلة، اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأى السمكة تخرج من فيه، هذا معناه أن التجاني ما ليس لله، عندما حلف بالله ما حصل شيء، حلف التجاني حصل هذا. فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه، وما يمكن نسكت، نعلم الناس بطريقة بأسلوب، تقول إذا تحلفني بالله أجلس، وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس، هذا حلف بغير الله.